واحد بيقول ما الفرق بين التجسد والتأنس؟ التجسد يعني أخذ جسدا، والتأنس يعني صار إنسانا. الفرق هو الآتي، إن البعض كان يفتكر إن المسيح لما تجسد ما احتاجش إلى الروح لأنه يحيا باللاهوت، فقال وتأنس يعني صار إنسانا كاملا له روح زي أي إنسان. هل العذراء رهبة؟ لا مش رهبة، هي بتول لكن مش رهبة. في فرق بين البتول والراهب، كل راهب بتول، ولكن ليس كل بتول راهب، لأنه الراهب مفروض يكون ينتسب إلى دير أو إلى برية ويعيش في الجبل إلى آخره. وحتى مش كل راهب بتول، لأن في ناس اتجوزوا وترملوا وترهبنوا بعد كده. في تاريخ الكنيسة في من النوع انهم اترهبنوا بعد ما ترملوا، فما كانوش بتقولين.